السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي أعزائي طلبة وطلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية يقدمها لكم أستاذ رمضان الجعفري مع الفصل الثاني من كتاب الأيام لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين. الفصل الثاني بيتكلم عن ذاكرة الصبي خاصة القناة. احنا اتكلمنا في الفصل الأول إن هو كان بيعتمد على سياج القصب ليمضي به يمينا حتى يصل إلى شاطئ الإيه؟ القناة. القناة لها وصفين، وصف في الحقيقة، وصف في مخيلة الصبي. ركز معايا بقى عشان تعرف تفرق ما بين الاثنين. القناة في حقيقتها كانت عبارة عن قناة ضيقة يعبرها الشاب قفزا ويعبرها الرجل لا يبلغ الماء إبطيه، ده في وقت الفيضان. في وقت الجفاف كانت تتحول إلى حفرة مستطيلة يلعب فيها الصغار مع ما تخلف من صغر السمك. نرجع تاني للوصف الحقيقي للقناة، عبارة عن حفرة صغيرة، قناة ضيقة يعبرها الشاب قفزا تمام، والرجل يعبرها في وقت الفيضان لا يبلغ الماء إبطيه، وفي وقت الجفاف بتتحول لحفرة مستطيلة الصبية والأطفال بيلعبوا فيها مع ما تخلف من صغر السمك. دي الحقيقة. طب في المخيلة، مخيلة الصبي لأنه كان كفيف لا يدرك ماهية وحقيقة الأشياء، فكان بيحيا في عالم الخيال. كان يعتقد أن هذه القناة بحر كبير واسع مليء بالتماسيح والأسماك الكبيرة التي تبتلع الناس، ومليئة بالمسحورين الذين يطفون عند غروب الشمس فيختطفون الصبية ويفرقون بين الرجل وزوجته. شايف أن القناة دي بحر كبير جدا مليان تماسيح وحيتان وأسماك كبيرة بتبلع الناس، وفيها عفاريت بتطلع وقت الغروب بتخطف الأطفال الإيه؟ الصغيرين، وتفرق ما بين الرجل ومراته. وكان يؤمن يقينا أن بها تلك السمكة الكبيرة التي ابتلعت خاتم الملك سليمان، خاتم الملك سيدنا سليمان عليه السلام، ذلك الخاتم الذي يحرسه مريدان عظيمان. كان بيتمنى أنه يقع في القناة فتبتلعه تلك السمكة فيصفر بخاتم الملك سليمان، فيخرج له المريدان العظيمان يحققان أعظم أماني. إيه هي أعظم أماني؟ سمعك اللي بتقول يفتح، لا ما يفتحش. أعظم أماني أن يعبر القناة، هذه كانت أعظم أماني. عارف ليه أعظم أماني أنه يعبر القناة؟ لأنه لم يكن قد ابتلى الشاطئ الآخر من القناة. مش كده وبس، القناة فيها عقبات كثيرة جدا بالنسبة له هو تمنع عبره. ايه هي؟ عن يمين العقبات، او عن يمين القناة عذرا، في عقبة كبيرة جدا اللي هم العدويين، ودول قبيلة من قبائل الصعيد لهم بيت كبير جدا بيحرسوا كلبان عظيمان على باب البيت، في كلبين كبار لا يستطيع المرء ان يعبر من امامهما بسهولة. يبقى العقبة عن اليمين كانت مين؟ ايوه العدويين اللي عندهم الكلبين الكبار، محدش يقدر يعدي قدام بيتهم بسهوله. عن يسار القناه كانت خيام سعيد الاعراب وزوجته كوابس. مين سعيد الاعرابي ده؟ واحد من الغجر مشهور بسفك الدماء، راجل قاتل ماجور. وكانت زوجته كوابس تضع خزاما في انفها، خزام حلقه في انفها. وقد ذهبت ذات يوم الى بيتهم تبيع لامه الاقمشه، وقد قبلت الصبي وشقت خده، جرحته في خده بتلك الحلقة في أنفها، فكان الصبي يرتعد خوفا منها. كان العقبات، معلش عشان ده مهمة جدا، عن اليمين كان في مين؟ بيت العدويين اللي بيحرسوا كلبان عظيمان، وعن اليسار كانت مين؟ خيام سعيد الأعرابي المشهور بسفك الدماء وزوجته كوابس. كاتب بيتعجب من ذاكرة الإنسان، أو قول ذاكرة الطفل أو ذاكرة الصبي، وعموما ذاكرة الإنسان. ليه؟ لأنها تتذكر ما تريد أن تتذكره، وما لا تريد أن تتذكره فإنها تتناساه. طب ليه بقى؟ عشان هو فاكر كويس جدا الذكريات الجميلة في حياته، فاكر السياج، وفاكر سعيد الأعرابي وكوابس والعدويين وكلابهم، وفاكر الشاعر، لكن هو مش فاكر الحاجات دي كلها راحت فين. لقد استحالت هذه القرية ورديمت هذه القناة وأصبحت مدينة منتظمة الشوارع والأبنية. يبقى هو مش فاكر كل ده راح فين واختفى امتى وكيف تحولت الى مدينة منظمة الشوارع، وهو يتذكر جيدا انه لعب في شوارع تلك المدينة مع اصحابه. السؤال ده مهم، الذكريات التي تلاشت، نطلب من مخرجنا الجميل انه يقف معنا هنا، او السؤال رقم 5 هنا معانا، الذكريات التي تلاشت والذكريات التي ما زال يذكرها، التي ما زال يذكرها هو السياج والمزرعة والقناة والاعرابي وكوابس وكلاب العدويين والشاعر، والذي تلاشى كيف استحلت كل ذلك وتحول وتلاشى وأصبح مدينة منظمة الشوارع والأبنية. عشان كده هو قال إن ذاكرة الإنسان عجيبة. هو يتذكر جيدا أنه عبر القناة ذات يوم على كتف أخيه الأكبر،
وذهبوا إلى حديقة المعلم وأكلوا التفاح وقطفوا منها الرياحين. تمام؟ يبقى ده بالنسبة لذاكرة الصبي. بالنسبة لحقيقة القناة، في الحقيقة زي ما احنا قلنا في بداية الفصل الثاني، حقيقتها أنها قناة ضيقة بيعبرها الشاب قفزا، والرجل اللي يبلغ الماء بطيه وقت الجفاف، الأطفال بيلعبوا مع ما تخلف من صغر سمك في حفرة مستطيلة صغيرة. في الحقيقة في مخيلة الصبي أنها بحر واسع مليء بالتماسيح والأسماك الكبيرة التي تبتلع الناس، والمسحورين الذين يطفون عند غروب الشمس فيختطفون الصبية أو يفرقون بين رجل وزوجه. لو أنا سألتك سؤال، علل، كان الصبي يخشى السير على شاطئ القناة عند غروب الشمس خوفا من المسحورين، تمام. لكن لما أجي أقول لك ما العقبات عن يمين القناة ويسارها، تقول لي عن اليمين كان في مين؟ العدويين وكلابهم، وعن اليسار كانت خيام مين؟ سعيد الأعرابي وزوجته، إيه؟ كوابس. وإن ذاكرة الإنسان عجيبة بالنسبة له، بتفتكر اللي هي عايزاه واللي هي مش عايزاه مش بتفتكره. هو كان فاكر المزرعة والسياج، فاكر العدويين وكلابهم، فاكر الأعراب وزوجته كوابس والشاعر، لكن مش فاكر الحاجات دي كلها راحت فين وتلاشت وذهبت امتى واستحالت الى مدينة منتظمة الشوارع. لكن كان برضو فاكر كويس جدا انه عبر القناة وحقق هدفه وامنيته، وراح حديقة المعلم وقطف منها الرياحين واكل فيها الايه؟ التفاح. وده بالنسبة معنا للفصل الثاني في كتاب الايام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وإياكم بما علمنا، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.